طلبني طلبني بعودي عمرك صغيري اني دار علاق من العلاق ها مو بو جينا حدي جينا حدي اما اللابي نزلني اولي عند العراس يا يا حقمن اولي العراس نزلني بالسعدين مومو اولي عند العراس عرار ايوه العرار كنو عرار كنو نزلني انا بالسعدين انا تمام انا عند عراس ايوه انا مع التلام انا هنا انا كو اوكي وكال ونو انا ببيت وين السيارة اليوم جني اطلع اطلع اركب لمو انشت ولا نولي السوق لمو تولى السوق مو معك ما بلا نولي ننعر شبعة بوقة يلا ها بعدك ما حد يقول لي شارك ولا لي ما حد يقول لي شارك ولا شيبي او خريب ودي منو يدار مورا اجا من الجالو دياب يدار دياب اهل حق كينو البجو نهني نبجو نبجوني ما أدو له حنان رتياب حقين الجمعة نهي أي قالوا يا كو انت قعدتني بدي جا اقول ماشي لا حقي انا ولي نكلم جمعه مامت بتقلي بقى اجيبك وهي ما تشتا مديرك؟ علي أنا ماما؟ علي أنا مالتو قول انت من انجال هذا أجوم هذا؟ هل اشتي هدير من اول لا كذا؟ لا كذا علي أنا هذا من هذا؟ ايه يلا تمام من عسى غيري جعل الله الليل ليلة الليل ليلة يا كبري يا كبري
ما انتش داري ندي له من علاج. ها ماذا علاجه؟ بسيط، ولا داعي ودي خزرانة، وكون بكرش بقيه ثلاث سبق بالظهر على الريق قبل الأكل، وقال كله والله اطلب الله على كرشك إلا انتو تشلقوا. أصلاش الولي العينة علاج هذا حق المبروك ثلاث سبق؟ خيرناش يصحي ولي يطلب الله على كرشه يا سلاك لي من اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا با الله، مبارك صلى على محمد مبارك. طب اطلب الله على قدرك. ما لا بمو بمو اولي اطلب الله. ها ادى لي شغله وانا اقوم اطلب الله. ولا دبل نفسك ولا اسعى ربي يرزقك. ماشي يجي لك شي رزق لا تحت البطانيه. ما لا يا با انت داري كيف الوضع. ما ولي انا ولي مو اللي عمل. عيالنا عدنا بن مرشد كيف دبل نفسه دبل عمله وجلس بقريه. ما لا خلاص خلاص تمام. أنا شوالي أصور لي تقارير على ذيك ونزل قنب اليوتيوب مثله. يلا يا جلاد دوس دوس اطرح رجلك ابشر ولا يهمك. دوس دوس يا زنات أمانة ما تصلح لك إلا أطلعك ادعس. مركز البرنس للخياطة الرجالية والشبابية الحديثة، نهتم بذوقك ونختار لك الأفضل، أقمشة متنوعة وبجودة عالية. البرنس للخياطة الرجالية والشبابية والولادية، مكان واحد للثيابات الراقية والأنيقة، أسعار منافسة ومواعيد دقيقة. البرنس للخياطة الرجالية، اختيارك الأفضل. العنوان إب شارع العضين الرئيسي جولة جرعان. قرية الفجرة هي إحدى قرى قرية الفجرة والتي تقع في قرية الفجرة، ويبلغ عدد سكانها 90 نسمة و40 كلب، ومن بينهم 10 أجراو و20 عردان، وأغلبهم في حالة خطرة. هي ادعس يا زنات لما عوقع ادعس ادعس انا موت في اساسة ادعس لا عندك ادعس لا اخي ندري اللي موت في ما عرضش تمشي مسكي ما بصركاش لا حول ولا قوة الا بالله على دبورة ها ما عرضش ساساش من دون عين موبي لا عطف في هذي موبينة اوه خير بي بوبو عين مش من البطارية اللي افتصلها ولا عين من الهون من الهون من الهون انت يا اخي عين من الهون ولا من الله عين الهون عدو شغال عين هون انت شغال لها قريعة الضبعة كله براسة اسوخ مجزع هون اوه ما ايش عاكشة دشي ما نطف افق ام شغلة عاكشة دولي ما عاد انا عبوك ليه لي يجي اسبوعين أجل خي تقول أنا عطشي عاد أنا قبل أسبوعين عبوك ليه أنا موت عين حق المساحة أنا عيننا ما مش ما كيف أوه على نكبة أوه بابا مو بابا جي جي قاخر الزيت كله الله الله أما أما كنا روحة الله الله أما كنا روحة الله دنجرة أو أو
كرع الرز. اها ماذا الحين اللي تستاهل؟ قعنا لو اقول لك يا زناط بصار يا زناطك زع مهلك مهلك وانت لا رفعك السماعة. ايه ماذا الحين خلو منو شي ينفعك؟ على الحين حقك يا زناط حقك. الله يجمع علي يا والله انه مش تضرب لي دخل قرح كمكينة. لانك ما انتش رجال ما انتش رجال ولا قعنا لو اقول لك اجزع بصار اجزع بصار وانت لا ماذا الحين خلو منو ينفعك؟ ما لا جي احنا نقول لك بصار بصار مو كلفك الله شي سرع كذا ما لك احنا سوا يا بياعي جوم اهلك على القلو بصار وهلا لا تعرف السماعة وكال ما لنقع نرجع عمله يرجع اقول لك معلش فاضي لك عين منو يسحبك احنا انسان مشاغل هي يا اخي حرام عليك يا زنط مش على يتنا في العيادين يا اخي يا اخي ما نبخر تحت حمر يركب فوقه لك داخل لديك من جيبك شن اقول لك مو بعض لك لو كسرة ها لك كسرة لك في امانة انا مدخلني مدخلني خلاص كل بطلك فضول يا رجال اجزع مالك مالو اربعة لا صدق كم بأسس اننا رجال ها لا حق منعر حق منعر ها ما قلنا الحين مو قيمه للسياره من هنا وريد يا بلادات ما ابغى اقللك ولا علم انا بوزع حق بلادات ايش رايك يا عمده اصور عنك تقدير هاي مع هذا الحين قريح حقنا يقتلبوا كلهم مقرقرين ها عمده ما بقول شجعنا وقف معانا يلا بعدك دق هلا يوم مع صاحب تعال تعال يا عمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام العمدة المبروك هو كائن حي من فصائل الثدييات حي ويتغذى على الفرق والكلفتة والرشوات صحة صحة ويذبح لما يكون هنا أحوال صالبات وهكذا وبسبب البيادة الذي معه ما يجلس هنا رجله إلا خلقات هيا رح 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 هيا خلاك رح خلاك شجع لك رح رح خلاك ما يجلس هنا رجله خلقات حول ولا قوة إلا بالله هيا خلاك شجع لك مجانين نجالو محلوه هلا 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 كاكي تهلكو كل يكون هذا حقكم وانت وتي متيتي انا انا حق من حقي نجالو لا لا حقي هذا حقي هل حق الاداء هل حق الاداء هذا حقي اقول لك هذا حقي انتم والله حق الاداء يا حق الاداء هذا ندو لك ابو المحلوه بينك هذا نسوق صار علاقي ما مجي 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 راح اقيد معك ما ندو معاد معك كيف انا بدي بس بس والله مجي هذا الفارق هذا ما عدولك يا علق نهي ولا ما عدولك خرج الدم ما ابوه الا ابوه ما عدولك والله عراشي اذكر الله قل لا اله الا الله هيا مو قامت الا عدو
هو هذا اللي نازع قهرقه ناشف. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعطف كله ما ماذا تقول حتى قليل ما. اسمع يا مبروك، إذا متك وجاءوا عيالي تقول لهم أبوكم أتوصيلي، وقال قل لكم إنكم ما تكونوا تفصلوا لكم بذلات بعيد إلا من عند الهزة على الخياطة، لأنه عندكم أشحر وأسعار مناسبة. الهزاع للخياطة الرجالية والشبابية الحديثة، نهتم بذوقك ونختار لك الأفضل. أقمشة متنوعة وبجودة عالية. الهزاع للخياطة الرجالية والشبابية والولادية، مكان واحد للثيابات الراقية والأنيقة، أسعار منافسة ومواعيد دقيقة. الهزاع للخياطة الحديثة، اختيارك الأفضل. العنوان إب شارع العودين الرئيسي، جولة جرعان. سمع الله لمن حمده. سمع الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا إخواني، يشهد الله إني ما وقفت قدامكم إلا وقاهي الحاجة. فتح قناة باليوتيوب لجل أشقي على أبي وعيالي، لكن طلبوا مني 1000 مشترك وأربع 1000 ساعة مشاهدة من أجل يقبلوني بتحقيق الدخل. وهذا جاهد الله عندكم. اوقفوا معي وادخلوا اشتركوا بالقناة وشاهد كل فيديوهات وعملوا لها الإعجابات. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. شاهد كل فيديو للأخير. كيف يفعل؟ والناس هذو على جين كيف يفعلون؟ كيف فعل؟ يوم بعسس معك نت. بو معي صابو الثلين. أنا أبدأ شوية. يلا افتح افتح. تعلن عيادة خبير الابتسامة لطب وجراحة الفم وتجميل الأسنان عن أقوى عروضها للعام الجديد 2024 التي ستستمر طيلة شهري يناير وفبراير. المعاينة مجانا، تخفيضات تصل إلى 50%، تصفية الأسنان مع تركيب فص مجانية تحت إشراف الدكتور عبد الله منصور الوجيه. العنوان مدينة إب، الجبانة السفلى فوق صالة المدينة، جوار صيدلية ريوف. جتنا فيك أحلى بشارة. تناها مقدمة منه من طاقم الفريق، ومن الأخ سليمان محمد عبد اللطيف آل سنان، ومن الأخ موسى محمد عبد اللطيف آل سنان، ومن الأبن ريان إدريس آل سنان، واليمامة إدريس آل سنان، ومن الأخوة ماجد العماري وزكريا العماري، إلى الأخ الغالي إدريس محمد عبد اللطيف آل سنان. بمناسبة ارتزاق المولودة الجديدة ونسمى جوري، ونقول له ألف المبروك تتربي بعزة. جتنا فيك أحلى بشارة. تهنا خصم قدم مني وطاقم الفريق، ومن أبو عواد وأبو سياف وأبو سام وأبو أمير، ومن ياسين محمد قباح، ومن أبو صفوان وأبو جهاد ومحمود سعيد قباح، إلى صهير الغالي مروان محمد قباح. بمناسبة ارتزاق المولود الجديد والذي سموه شوقي، ونقول له ألف المبروك وتربي بعزة. تفاصيل المعاني، من يشوفك يذكرها.